الأصدقاء والصديقات، السلام عليكم. إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نتكلم معكم اليوم على داكشي اللي واقع، ماشي داكشي اللي واقع، هو ديما واقع في الجزائر شي حوايج. ديما بغيت نتكلم لكم على اللي كيسميوها هما لوفيرتور دي فرونتيير، الحدود الجزائرية. كيف كتعرفوا من مارس 2020 حتى لهذا الأسبوع الطيارات الجزائرية ما كتمشيش، ما كتخرج، ما كتدخل، غير إذا كانت شي أغراض خاصة، فهمتي. ما تبقى راه داك الإير ألجيري ما كتحركش، وحتى الحدود مسدودين بالعين. وسمعنا هذه شي سيمانه اللي مضات، الاسبوع اللي مضى، سمعنا باللي راه ماشي امر الرئيس الجزائري تبون امر باش يتحلوا الحدود، يبداو الطيارات يمشيو ويجيو. وكانوا قالوا غادي يكونوا ان شاء الله غادي يبداو بخمسة ديال الجولات في النهار. هذا الشيء كان قال داك الاسبوع اللي مضى، وهاد والبارح ناض قالوا البرنامج تغير، ما بقاوش خمسة الاسبوع، خمسة الجولات في النهار، ولاو خمسة الجولات في الاسبوع، ما هي تا جولة في النهار، ما هو هي حتى سافر في النهار. هادشي ولكن خصنا دابا، انا ديما كنت كنقول لكم باللي الجزائر راه كتحاول باي ما يمكن تقتصد، تقرم ربيطه، ماشي تقتصد، لا كتسقرم، حيت ما عندهاش الفلوس، دراهم دينارات ما بقاوش في الجزائر، ولهذا كتحاول بأي ما يمكن ما تخسرش الفلوس. هي هذه كتعرفوا الجزائر ماشي بلاد سياحية، بعض الأوتيلات اللي عندها واقفين خاويين، ما كيجلسوا فيهم غير دوك ولاد الحكومة أو صحاب الحكومة أو سميتو، كيمشيو يقصرو في الليل تما ويمشيو يشربو ويسكرو، هداكشي اللي كاين. هادوك تقريبا كاع دوك لي زوتيل الكبار لي سانك ايطوال اللي عند هادوك الكمشات، لي زوتيل اللي عندهم في العاصمة تقريبا عايشين غاب بفلوس الأوساك والبرابس وزيد وزيد. والمصروف وخص الدوله كتصرف عليهم، حيت هادوك الاوتيلات الكبار ايتاتيك ماشي بريفي ديال الدوله الجزائريه. حنا هاد السياسه ديال السياسه ديال الاوتيلات ديال الدوله من عام حيدناهم، فهمتي، حيت المغاربه اللي حيدوهم، ماشي حيدوهم الدوله حيدتهم، لا ماشي المخزن هو اللي حيدوهم، حيت ملي كتشوف شي اوتيل ديال المخزن ما مهلينش فيه بحال اوتيل بريفي، ولهذا انت بنفسك غادي تحاول تجتنبو، كتقول سي سي بو، الا كنتي غتعطي فلوسك لهم اعطيهم في حاجه اللي مزيانه. وداكشي داكشي علاش الدوله شلات يد، باقيين بعد لوتيلات القلال، بحال دابا كنعرف داك لوتيل ديال مولاي يعقوب، هذاك ماشي بريفي، كان ديال لو اوفيس ولا ديال شي بحال داك الشكل ديال الدوله، فهمتي، ديال داك المنطقه اللي كان ماشي ديال شي شخص جاو حطو تما دارو وكيستغلوا، لا. وداكشي علاش تفضل تمشي تكري دار ولا تمشي تسكن داك لوتيل. ولكن المهم ما جيناش نتكلم على السكنه وداك الشيء اللي هو الور قلت لكم
هادوك سيتبون حتى واحد الامر ناضوا هادوك الوزراء او المسؤولين اللي مقابلين هاد الشيء ديال الطيران وفتح الحدود وكل شيء، قالك باغوا انه يتحركوا. من ديك الهضره اللي كان قال تبون من خمسه اصفار في النهار ما كاينينش، ولاو خمسه اصفار في الاسبوع، وداروا شيء اثمنه خياليه 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 بمعنى الكلمه، 1200 اورو للشخص، 1200 اورو للشخص من باريس العاصمة الجزائرية. اش فيها هاد 1200 اورو؟ قبل ما نقول لكم اش فيها، راكم تعرفوا هنا اون بلان سيزون عندنا ملي غادي تبدا تحرك الوقت، ملي كتحرك الوقت ب 250 اورو، ب 300 اورو كيكون ان فول، كيكونوا دي فول من المدن مثل ستراسبور، من قريب جنيف، داك الاوروبور اللي الاوروبور اللي كاين ما بين فرنسا وسويسرا. المهم كاين واحد الاوروبور تما وستراسبور، ولا لي فيل فرونسيز، كيجيو طيارات عامرين دي فول شارتير 300 اورو، 250 اورو. عندهم كيجيو لمراكش اوتيل 4 ايطوال، دومي بونسيون، دا بيسين وصدار الراس، مدة 7 ايام، 7 الليلات، ويجو 7 الليلات باش 250 أ 300 أورو، فيها الماكلة فيها النعاس وفيها الترونسبور. هادو النظام الجزائري أش قرر؟ 1200 أورو باش هادوك لي زوتيل اللي قلت لكم غار جالسين ما خدامين ما ردامين يحاولوا يخدموهم خمسة ايام يبقاو فيهم هادوك الناس اللي غايجيو. اش داروا دابا؟ اش داروا معاهم؟ داروا معاهم اللي غايجي من الخارج، اللي يجي من فرنسا، ولا اللي جا من تركيا، ولا اللي جا من بلاصه اخرى، يجي يخلص التيست بي سي ار، تيست بي سي ار، يديروا ليه التيست من جيبو، يخلصوا من جيب، ماشي داخل في الفواياج في لو باك، دايرين دي باك. ملي غتبغي تجي لزاير غتشري باك فيه تيست بي سي ار، فيه المبيت، وفيه ترونسبور 1200 اورو بها. هادوك هما الجزائريين. علاش داروا على النظام الجزائري؟ علاش فرض على الجزائريين اللي غيدخلوا يخلصوا التيست بي سي ار؟ حيت ما عندهمش، يكومونديوهم دابا غادي يبداو يكومونديوهم، غادي يشريو شراو شاهدين، كاين دي فارماسي بريفي اللي شراو جابوهم. دونك غادي ياخدو لي تيست بي سي ار، ماشي الدولة اللي غتخلصهم، لا انت اللي دخلتي للجزائر غتخلص تيست بي سي ار وتمشي تسكن 4 ايام 4 نويتي في داك لوتيلات العيانين ديال الدولة، باش على الاقل تحرك بيرسونال يخدم شويه، ودوك المهم البيرسونال ديال لوطيل يخدم، حيت غادي عام وشحال ما خدمش، جالس ما كانش حد ما كيجي يبات عندهم والو، ما والو، فهمتي؟ يلاه الناس كتجي باش تنشط في البار اللي تحت، والعشي وتلحق واحد الوقت وكتمشي بحالها، صافي صلاة النبي، هادشي اللي كاين. هادي من جهة. عندي لكم واحد السؤال. من اليوم فرنسا وافقت باش يبدا مفعول الباس سانيتير. دابا الا بغيتي تمشي لفرنسا، و الا كان شي فرنساوي
بغى يمشي للخارج في اوروب كلها خصو واحد الورقه سميتو لو باس سانيتير، بحال اللي ورد لكم ديك النهار حنا في المغرب درناه قبل منه، حنا عندنا الباس سانيتير قبل منه. هما دابا كيتفقوا باش يديروه. الور واللي ما عندوش راه ما يدخلش. اوروبا حاليا من بداية 1 يوليوز برومي جويي ولا برومي جوان، خصنا نشوف برومي جويي ولا برومي جوان او لو 15 جوان، المهم الشهر الجاي، الشهر الجاي اوروبا غادي تطبق واحد لي ليست. الى عقلتو بحال زمان، هادي شي 7 شهور ولا 6 شهور ولا 8 شهور، فاش كانت فرنسا دارت لي ليست، ليست ا ليست بي ليست سي، كانت دارت يمكن غا ليست ا وليست بي، وليست سي هي اون اتونت في الشك. المغرب واحد الوقت كان في ليست ا، كاين يمكن ليه المغاربه كيدخلوا ويخرجوا للجزائر لفرنسا، والجزائر منعوا عليهم حيت الجزائريين كانوا في ليست روج ما يدخلوش، حيت اوروبا عارفه الجزائر ما عندهاش لي تيست بي سي ار، هادوك الناس اللي غايجوا عندها مقلبين غا بالسكانير بالتيست راديولوجيك، ولا ما درتيش حيت بوغ ات سور 95% باش تكون متيقن ما فيكش كورونا فيروس كوفيد 19 وهو دير تيست بي سي ار. والجزائر ما كانتش كدير لي تيست بي سي ار، وحتى ليومين هذا يالله بعد المدن حتى 5% ما كيداروش فيهم لي تيست بي سي ار. يالله العاصمه اللي كيدار فيها 50% و 50% كدوز بلا تيست بي سي ار، ما عرفوش واش عندها ولا ما عندهاش. يالله هاد الاخر هاد لو 21 نهار 21 في الشهر وزارة الصحة الجزائرية عدنات قالت بلي 161,000 161,000 مريض داز بالكورونا وما تحصاش، وما كيحصيو غير هذوك الناس اللي متيقنين فيهم كورونا اللي داروا لهم الراديو تسدر. او ماشي راديو تسدر ولا ماشي راديو تسدر، عرفوا فيهم كورونا وداروا لهم تيست بي سي تيست بي سي ار شي وحدين، فهمتي؟ اما الاغلبيه المدن والقرى اللي بعد ما كيعرفوش شنو هو تيست بي سي ار، ما عمر ما لحقوهم، كيش يسدروا كيضروا كيمشي للسبيطار كيقولوا لي عندك صدرك عامر وداك الشيء، كيعطوه شي دواء ما يديروش ليه كونطابيل، ما كيكونطابيليزيوهش بلي راه مريض سميتو. 161,000 واحد ما تقيداتش، فهمتي؟ هذاك الشيء علاش هما كيقول لك حنا عندنا 200 واحد 213 ماتوا غير 9 ماتوا غير 10، حيت ما كيتحسبوش الناس، ما كيتحسبوش. لو كان جاو يتحسبوا غتلقى الدوبل 400 500 في النهار. هذه الاولى في الحاجات. الور اوروبا دارت لي ليست، كان دارتهم هادي 8 شهور. المغرب واحد الساعة ملي كثر عندنا داك الى عقلتو في ملي المغرب طلق الجام في العيد الكبير وهي تطلع، ولا عندنا 1500 1600 وداك الشيء، هما يخرجونا من ديك لا ليست فيرت، رجعونا في لا ليست روج، تي ممنوع ندخلوا لاوروبا. دازت واحد الاسبوع من بعد حتى تونس تاهي حيدوها حيت كثر كثروا عندهم، ملي كانوا كيتذكروا على لا دوزيام فاك قبل ما تكون هاد لا تروزيام فاك، دوزيام فاك راه كان خرجونا. اما الجزائر عمرها ما كان مسموح ليها تمشي ل لاوروبا بدون تيست بي سي ار، وهذوك الناس كانوا بعد النوبات كيمشيو يشروه من عندهم عند لي فارماسي وكيديروه باش يركبوا في الطياره يمشيو. ولكن حاليا دروك
مستقبلا في هذا الشهر 6 اوروبا غيولي يطلب لو باس. ورينا الجلبات، فين درتي الجلبات؟ شحال درتي من جلبه؟ واش من نوع الجلبه؟ اش من نوع الجلبه؟ حتى هو عنده دور، حيت كاين بعد لي فاكسان اللي ما معطاتش بهم في اوروبا، وكاين لي فاكسان اللي ما معطاتش بهم في اوروبا اللي هما كيديروهم حتى هما. ولهذا غادي يبزو على اي اجنبي اللي غيجي عندهم في اوروبا، خصو يكون عنده داك الباسبور سانيتير. وزيد بزيادة، واخا يكون عنده الباسبور سانيتير ويدير تيست بي سي ار. اما الجزائر، الجزائر شتي 1%، 1% ديال الشعب الجزائري باقي ما يتلقح. الجزائر شحال شدات من فاكسان. كاع هادشي اللي سمعتو، هاد 20,000، هاد 500,000، هاد شد 20,000. عشرين ألف شد 20، لا شد شي شد مليون، شد بغيت نقول شد مليون كاع ولا جيت حسب النهار الاول داكشي اللي تعطى عليهم، اللي صدقت عليهم الصين، واللي ما يلحقوش مليون ونص ديال لي فاكسان اللي شدت الجزائر. هذا مليون ونص ديال لي فاكسان وباقيين خدامين بها. الله بداو هو كيسبقوا العسكر، يسبقوا طبا، يسبقوا اساتذه، كيسبقوا الشعب، باقي ما لحقاتوش النوبه. النهار الاول داروا الاشهار، نهار 29، نهار 30 ديسمبر، 30 جونفي بالضبط، 30 جونفي، ملي شافوا المغرب، حيت كتعرفوا نتوما بلا ما غادي نقول لكم، راه داكشي اللي كيدير المغرب هما باغيين يديروا بحالنا، ما بغاوناش حنا نكونوا بوحدنا درنا واحد الحاجه. تبون باقي مريض في الالمان، قال لهم لا بغيتكم في هذا الشهر، حيت عرفوا بلي المغرب غادي ديماري هاد الحمله ديال الجلبه. وفعلا في 28 او 27 في الشهر، شهر واحد، الملك محمد السادس دار الجلبه، عطى الانطلاقه ديال الجلبه. تبون اللي هي في السبيطار في المانيا، ضغط على الوزراء ديالو، ضغط على الجنرالات ديالو اللي عندهم علاقات مع صحابهم الرواسه، حيت كياخذوا عندهم الكوميسيون، كيعطيهم السلاح وداك الشيء، كيشريو عندهم السلاح. ولا بدا ما تعتقونا، عطاونا شي حاجه ديال الفاكسان، ناضوا الرواسه باش ما يبجدي، باش ما قال غير واخا غير 20,000 وغا 30,000 ما تخليوناش بلاش، باش تسمى حتى حنا درنا الانطلاقه ديال الجلبه. وفعلا داكشي اللي كان الرواس عطاهم واحد 20,000 ولا 30,000 شي صيدقات، هي هذيك باش تناضو نهار 30 في الشهر. الا كنتو لاحظتو الوزير الاول دار واحد داير الجلبه، وهادي ما نعطينا، انا عمر ما شفت شي واحد كيدير الجلبه فوق القميجه. انا داكشي اللي بان ليا، والله اعلم واش ما كنشوفش مزيان ولا. نهار الاول اللي الوزير الاول نسيت سميتو دار الجلبه، وداروها ليه فوق القميجه، وما نعرف كيفاه، الله اعلم. وبينوا لك من بعد شي مراه دايره الجلبه، زعما صافي راه طلقات، ومن ديك الساعه هي الحمله توقف، ما كاين لا حبل لا جلبه لا والو، غير الهضره، هادي الهضره. ولكن مستقبلا كنقول للجزائريين، راه ما غتخرجوش من بلادكم، ما غتمشيو فين؟ مغير تونس راه ما يوم بحال والو، ما نعرف بحال والو، السلطات ديالكم ما يخليكمش لتونس، حيت غادي يخافوا تجيبوه من عندهم. تونس راه غارقه. ونسيت بغيت نقول للجزائريين، راه مساكن توانسه باقيين عاد كيستناو هذوك الجلبات، دوك لي فاكسان اللي كنتو غتعطوهم تعاونوهم، راه باقي كيستناو ساكن، ما بغيتوش تعاونوهم،
حشوم عليكم، توعدوهم باللي غادي. احنا داكشي اللي قرينا، اللي قلته، اللي قال النظام الجزائري، قال لالجيري va partager ses vaccins avec avec la Tunisie. غادي تفرقوا الجلبات ديالكم مع تونس. وفين ما شفناكم لا فرقتوا ولا والو، والو الهضره. والمهم، ولهذا كاش كنقول لكم، الجزائريين ما يمكنش لهم يخرجوا من بلادهم، المغاربه غادي يمكن لهم يخرجوا من بلادهم. واش عرفتوا باللي احنا لحقنا اليوم فوق 8 المليون، شي 8 المليون و300 ولا 400 اليوم فهمتي، وفتنا 5 المليون ديال اللي داروا جوج جلبات، اللي داروا جلبه وحده رفتنا تقريبا قربنا 8 مليون ونص. ان شاء الله الى المغرب دار غير واحد 40% غير 40% ديال لا بوبولاسيون صافي، ما بقاوش نسمعوا كاع بهذا الكوفيد 19 ان شاء الله بحول الله. وديك الساعه سيروا دخلوا نتوما نيت دوك الاحصائيات ديال لو ام اس، منظمه الصحه الجزائر، شنو قراو العادات ديال الجلبات اللي داير المغرب، وقراو العادات ديال الجلبات اللي دارت الجزائر. الجزائر نون دي فيغلي، ما كاينش زيرو 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 زيرو. والمغرب غتلقاو العدد، المغرب كلاسي مزيان، عنده كلاسمون مزيان بعد الدول او انتو. المهم المغرب هو الاول في افريقيا، هو الاول في عدد الجلبات، هو الاول في استقبال الجلبات، زعما باش نقول لكم. ولهذا المغرب غادي يطبق هذاك الباس سانيتير، غادي يقول المغرب انت المغاربه يمكن لهم يدخلوا ويخرجوا، وغادي المهم وهو السياح الاجانب اللي غادي يجوا للمغرب غادي يعرفوا من عندهم شنو ماشي خاف. العدد المغاربه اللي داير جلبه كثير والمرض قليل، ما كاينش شيء، ويمكن كاع من هنا لشهر 7 ما يبقاش في المغرب ان شاء الله بحول الله فهمتي. ولهذا كنقولها ونأكد عليها، عقلوا على الهضره اللي غنقول لكم، في هذا الصيف الجزائريين ما غايمكنش ليهم يخرجوا، وعقلوا على الهضره اللي كنقول، ما كنكذبش، الصيف الجزائريين ما غايمكنش ليهم يمشوا لاوروبا، واي جزائري جا للجزائر ولا بغى يرجع لاوروبا غادي يطلبوا ليه، ملي غينزل في المطار لهيه غيطلبوا ليه تيست بي سي ار، فهمتيو؟ حيتاش الجزائر فيها المرض والناس ما جالباش، وما خش اي اجنا اي واحد يدخل اوروبا يجيب معاه المرض. هادشي اللي خصكم تفهموا، هادشي من ناحيه هاد لي فاكسان، وناحيه هاد لوفرتور دي فرونتيير. الجزائريين راه غير كيخربقوا، بغاو قالوا الله ايغ الجيري ابتو ايغ الجيري راه اون فايت غا بغاو زعما كيشوفوا كيف يدير. دابا هما ما عرف عرفتي ملي النظام كيتلف وما غايكونش، حيت النظام الجزائري باش كان واجد موجود، باش الوجود ديالو شنو هو النظام وهو الدراهم، كان كيرقع ويسقم ويدير بالدراهم، اي حاجه خسرات كانت الدراهم، اي سياسي بغى يبرزتهم الدراهم، اي نقابي كان بغى يبرزتهم الدراهم، اي مشروع بغى يدير الدراهم، دراهم 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 فلوس دراهم ماشي الدرهم. المهم هاد كلمه الدراهم هي الفلوس، فهمتي؟ الفلوس اللي ما عنده فلوس كلامه مسوس، هذا الشيء اللي وقع النظام الجزائري ولا دابا كلامه مسوس بالنسبه لبعض الدول فهمتي، وبالنسبه لبعض المنظمات، بالنسبه لهذوك الناس اللي كان كيشري دابا ما بقاش كيلقى، ما يعطي داكشي اللي كيعطيهم قليل، داكشي علاش ناضوا ضد الضوء، وهذاك الشيء نيت علاش الشعب الجزائري ناض. الشعب الجزائري ما بقاش لقى
السهولة في المعيشة، ولات دابا الصعوبة في المعيشة. هذه حاجة من الحوايج. قبل شحال من عام هذه، ماشي شحال من عام، شحال من شهر هذه، قلت لكم الجزائر كانت كتقلب ديما على السبة باش تجبد المغرب، باش دير واحد الاحتكاك عسكري ولا سياسي، المهم بالعكس لا سياسي راه ديما كاين، زعما دير اون تونسيون، دير واحد لا تونسيون على فرونتيير، بعض العسكري يموتوا بعد هادي، باش الشعب الجزائري ينسى المشاكل ديالو، ينسى الحراك، ينسى، حيت دابا النظام الجزائري كيقري الشعب الجزائري العدو المغربي، هذاك المكروه، هذاك عاقلو من هنا لقدام، بحال والو بحال والو، غادي يقولوا للشعب الجزائري الجزائر فلسات على قبل المغرب، الجزائر ما بقاش عندها الدرام، سببها هو المغرب، الحراك سببه هو المغرب، اي حاجه اللي غادي تبقى تولي توقع في الجزائر سببها هو المغرب. مؤخرا والبارح لقاو واحد شي جزائريين عندهم 4 المليار ديال الدينار، 4 المليار ديال الدينار عندهم، في ديك 4 المليار ديال الدينار كاينه 3 المليار مزوره، شدوهم 3 المليار مزوره. الحاجه الاولى اللي قالت لابيس واللي قالت صحافه بودورو كيف كيقولوا لها شي وحدين اللي تابع النظام، هذيك فلوس راه جات من المغرب، وحنا علاش كنقول لكم هذا الشيء، حيت كتعرفوا دابا الدينار ماشي كينخفض، بالاخص دابا من اللي غادي يتحلوا الحدود، من اللي غادي يتحلوا غادي يولوا الطيارات الداخلين، واخا قلال واخا 5 في السيمانه، من اللي غادي يولوا الطيارات الناس كلها غادي تبغي تسافر، باش تسافر خصك دوفيز في جيبك يكون، ولهذا راه البارح واليوم السعر ديال الدينار انخفض وغادي ينخفض اكثر مستقبلا، ولهذا النظام الجزائري كيوجد للجزائريين باش يقول لهم هذا الانخفاض اللي جاي والمعيشه غلات، حيت ملي كينخفض الدينار اوتوماتيكمون المعيشه كتغلى، حيت السلعه كلها كتجي من برا وكتخلص بالدوفيز تيو، والدينار طايح، دونك السلعه غتطلع. سبب شكون هادشي؟ سبب المغرب هو اللي غرق البلاد بالدينار المزور، هذا دابا اللي غيكون مستقبلا النظام الجزائري غادي يولي يتهم المغرب هو اللي طيح سعر الدينار الجزائري على قبل المغرب، الدينار الجزائري ما بقى يسوى الطبصله، وحشومة باش تقول اي حاجة، حيت المغرب ما تسوقش ليهم في قاع دوك النبيشات اللي بغاو يديروه، بحال ديك العرجة، بحال مناطق القرقيرات، بحال بشحال من حاجة جبدونا فيها، جبدونا باش حنا نتلهاو معاهم، حنا ما بغيناش نتلهاو معاهم، ما تسوقناش ليهم، حيت عندنا واحد لو بوت، عندنا ما غاديش نشتتو الجهد ديالنا، الجهد ديالنا كنخلي ليه واحد لا ديريكسيون اللي دايرين ليها مخططة، فهمتي؟ ولهذا هما ملي شافوا داكشي اللي داز ما كاينش، والبارح جبدوا لك هاد القضية 3 المليار ديال الدينار، هي لقاو عندهم 4، وقال لكم في ديك 4 كاينة 3 المليار مزورة، 3 مليار ما انا مبقيتش عاقل شحال جات ليها. المهم ولكن فلوس كتير هادوك، باش تنوض تشد عند عباد الله، تشد عند شي وحدين 3 المليار ديال الدينار، شنو شحال خصك ليها؟ كاميو
ولا دار باش تعمر دار بيت بحال هذا. والمهم هذا الشيء اللي بغيت نقول لصحابنا المغاربه، باللي راه النظام الجزائري كيحاول باي فشل اي فشل في السياسه الجزائريه كيلصقوا في المغرب. هذا الشيء اللي كاين بحال على هذا الفقر، التفقير، هذا الفقر ديال الجزائر، خاص الدوله يتحاسبوا. النظام الجزائري غيتحاسب، دابا راه هو كيكذب، راه ها كيزلق، باقي ما ممكن نهار اللي النظام الجزائري يوقف يدق في باب الافامي عند السلف، ديك الساعه الجزائريين غادي يحلوا عينيهم يقولوا هاي هاي بصح داكشي اللي كانوا كيقولوا المغاربه، المغاربه ما كذبوش علينا، راه طبينا، ما بقاش فران هاد البوليزارو هلكنا، كلالينا رزقنا. هاد الشيء اللي كاين دابا، الجزائريين باقي ما اعترفوش، ما بغاوش يعترفوا باللي راه سبب تفقير ولا فقر الجزائر راه هو البوليزاريو، لا اقل ولا اكثر. بلا ما تقلبوا بلاصه اخرى تقولوا راه المغرب بغى لكم هادشي، لا بالعكس، المغرب غا كيحامي على راسو، والنظام الجزائري بغى يخلق ويعيش واحد الوهم في تندوف لا اقل ولا اكثر، وبارك الان اليومين هذا باقي عاد كيصرف عليه، باقي الان كيصرف عليه. الاصدقاء، الى اللقاء.